يا بسم الله، هي الدخله ديال المسجد. شوف هذا المسجد هنا تبنى في سنة 1960، هو أقدم مسجد اللي كاين هنا في هذه المدينة هذه. في الفيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم أقدم مدينة اللي كاينة في ألبانيا واللي محسوبة على اليونسكو، جيرو كاسترا. فبلا ما نطول عليكم الخوت، فخليونا نبداو الفيديو. يلا تعتبر مدينة جيرو كاسترا من بين أقدم مدن ألبانيا اللي كتتميز بالمعمار العثماني ذي السمت الحجري، البزاف ديال البيوت القديمة اللي كتشبه قلعة مصغرة على استعداد للدفاع عن سكانها في جميع الأوقات. فهاد المدينة كيطلقوا عليها مدينة الحجارة أو شتاين بالألمانية، حيت عندهم سميتو لي ضخ يعني السطوحة بنيين بهاد الحجارة. هذا هو الشكل ديالهم، شوف هنا وثاني لهيه، يعني كاع جميع السطوحة اللي في هاد المدينة هادي المدينة القديمة بنيين بهاد الحجارة. هذا شوف، وهذا الشيء اللي خلى هذه المدينة الأثرية تكون محسوبة لمنظمة اليونسكو. هذه المدينة اللي كتتميز بالمهرجانات الفنية الشعبية للشعوب الألبانية ودولة كوسوفو، وكذلك بمنزل الدكتاتور الألباني السابق إنفر خوجا. البانيا كانت معروفه الخوت بسميتو بالكومونيسموس، هادشي اللي جيتي لالبانيا فغادي تلقى بزاف ديال لي بونك بحال هذا. شوف شاك معكم هاد البونك اللي كاين هنا. في الفيديو ديال اليوم غادي نديكم معايا في جولة في هذه المدينة هذه وفي شوارعها التاريخية وأزقتها الضيقة. هذه هي البلاصة فين كريت لوتيل، السمية ديالو كيكيزي. هذه هي الدخلة، لوتيل تراديسيونيل. هاد لوطيل جا فوق الجبل. ثمن لوطيل الخوت ثلاثة الأشخاص ليلة واحدة 50 أورو. هاد دخلة لوطيل تراديسيونيل. غنوريه لكم الشومبر. هذا هو الحمام، وهما معروفين بهاد الزرابي هادو اللي صغار. هذا هو الستايل ديال الشومبر من داخل. كما قلت لكم لوطيل جا داخل المدينة القديمة. ها وهنا واحد الجامع اللي معروف هاد البلاصة، وهذا بحال واحد القلعة اللي معروفة هنا بزاف، جات فوق الجبل. هذا هو أشهر شارع اللي كاين في هاد المدينة هادي، هنا كاينين بزاف ديال المحلات على شكل بازار. بحال هادو هما اللي عندو نفس الشكارات اللي عندنا في الاطلس عند الامازيغ، حتى الكواش والستايل حتى المخد كيشبهوا اللي سميتو نفس المخد اللي عندنا في المغرب، حتى الالوان نفس الستايل.
البانيا واخا هي فيها بزاف ديال المسلمين، اللي تقريبا 57% السكان ديال البانيا هما مسلمين، واخا هذاك الشيء كتلقى بزاف ديال البلايص كيبيعوا الكحول والشراب. هذا هما الطباسل ديالهم، كيشبهوا الطباسل اللي عندنا. الحاجه اللي عجبتني في هذه البلاصه هذه نقيه بزاف، ما كتلقاش الوسخ بحال تيغانا كتلقى الوسخ مرمي في الشارع، فانا هذه البلاصه نقيه بزاف. وهنا ممنوع يدخلوا السيارات لهذه البلاصه هذه، فكتوصل لهنا فكاين واحد الحاجز اللي مسدود، هذه مخصصه فقط للراجلين، ممنوع يدخل هنا شي بيكالا ولا شي موتور. اشوف فليه، هذا هو اخر بلاصه اللي يقدروا يوصلوا لها الطوموبيلات، يعني الا جيتي بالطوموبيل هنا فضروري خصك تخلي الطوموبيل لتحت وتجي لهاد البلاصه على رجليك. الحاجه اللي عجبتني هنا فديما كتلقى الريستورات ولا الكافي اللي معلقين الورد، بحال هاد الورد اللي معلق هنا شوفها. شوف اي ريستوران الا وكتلقاهم معلقين هاد الورد هذا في السطوله. شوف هنا، هذا هو التربوش اللي معروف في البانيا، بيض وفيه سميتو الطير ديال البانيا اللي معروف، الثمن ديالو 5 أورو. هذا هو الشكل ديالو الاطلر ولا النسر الالباني. وهذه اللي كتشوفوا معلقين هنا مثلا ملي كيكونوا الكسيبه بحال نفس السيستم اللي كاين في سويسرا، مثلا ملي كيكونوا الكسيبه مطلوقين ديما كتلقى الكسيبه ولا البقر معلقين هاد الاجاس في العنق ديالهم، مثلا حيت كيخليهم غير مطلوقين باش يعرفوا اين بلاصه فين راهم هذوك البقر ولا الغنم، فكيسمعوا الاجراس اللي كيكونوا معلقين في الاعناق ديالهم. شوف بحال هادو، هادو مخصوصين سميتو البقر والغنم والماعز جارس. هادو هما الازقه والشوارع ديال المدينه القديمه. وهنا نشارك معكم هنا الصومعه، هنا كاين واحد المسجد، غنمشي عنده ونشارك معكم هذا المسجد هذا. يا بسم الله، هي الدخله ديال المسجد. يا بسم الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب، مكتوبة الفوق بالعربية. ما شاء الله واحد المنظر اللي واعر بزاف. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه الله وله أجر كريم. والإسلام اللي ما عارفش سميته، فالإسلام دخل لألبانيا عن طريق الحضارة العثمانية. شوف ذو أثمان تركيش، يعني العثمانيين هم اللي دخلوا الإسلام لألبانيا. يعد جامع البازار السوق اسم هذا الجامع من المباني اللي مهمة بزاف في هذه المدينة. ومن المميزات ديال هذا الجامع هي المنارة ديالو
اللي كتضم 99 درجة اللي كتمثل 99 اسم من أسماء الله الحسنى. بعد سقوط النظام الشيوعي في عام 1991 اللي كان معروف بمنع الأديان، وعيد فتح المسجد للعبادة والصلاة. شو هاد هما الآلات اللي كيستعملوا باش يطحنوا القهوة هنا في ألبانيا؟ شو فهنا الداخل كيديروا القهوة أو الكافي، بعد كيستوها. شو هذه هي الطريقة اللي كيستعملوا؟ شوفها So that doesn't have a special name of this one. Oh no, just a coffee grinder. Uh-huh. And this one, what you say here in Albanian, the name of this one here? Jastuk. 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 And this? Papuche. Papuche. This is this the same name in Poland, you know? In Poland. Yes, they say papuchka. Yeah. Yeah. Very similar. And the same thing I see also in Turkey and Bosnian. The same name. Yes. Yeah, I know. Yeah. The same style also. Yeah. And it's Jezve. And the city here is more Muslim city or is mixed? Here? Yes. Mixed, probably. Okay. Yeah. Christians and Muslims. Okay. And Athens. إلا جيتي القهوة، إلا جيتي الألبانيين خصك تشري بحال هادي، هادي باش كيطحنوا القهوة. كما قلت لكم أخوما 57% أغلبية ديال السكان هما مسلمين، أي محل دخلت ليه كيما كان، إلا كتلقى كيبيعو سميتو الألكهول، الألكول، واخا البلاصة فين كيبيعو الحوايج، إلا كتلقى البلاصة فين كيبيعو سميتو المشروبات. هما الوترات ديال ألبانيا. هما عندهم نفس الستايل اللي كاين في أوزبكستان، على شكل رمانة. أوزبكستان وكازاخستان مشيت عندهم، هما معروفين بالرمان. What's his name of this one here? Yes. Name? Fustan. Fustan? Yes. Fustan. Fustan. Like Arabic? Fustan. Yes. So, okay, the Fustan. Is it for woman? Yes. هو اللبس ديال الرجال. ألبانيا معروفة بهاد سميتو شليشة. شليشة وش زي شليشة؟ فهو مصنوع من سميتو من من ديال الخروف. Like this. Should stay up to the ears, not down. But it's okay. My cool. الراس ديالي صغار شي شويه. Like this. Like this, yes. خصو يكون فوق سميتو فوق الودنين. شليشي. في ألبانيا المعروفة بهذا. I think like this is okay. Yes. هو مصنوع من سميتو من الصوف ديال الخروف. هذه هي اشهر قلعه اللي كاينه في اغيرو كاسترا. شتي باش توصل لهنا جيت من التحت والجبل. الثمن ديال التيكيت 4 اورو اللي هي 400 ليك. الا كنت طالب كيحسبوا له 120 ليك. اما نورمال برايس الاير فاكسن الاشخاص البالغين كيحسبوا له 4 اورو. جيتي لهاد البلاصه هادي
ضروري خصك تشوف هذه القلعه هذه اللي كاينه فوق القمه والتحت والتحت كاينه المدينه القديمه. شوف عندكم في جوله نوري لكم هذه القلعه من داخل. نفس العادات اللي عندنا في المغرب، دابا هاد الشخصيه بابا سلطان هو واحد الشخصيه اللي معروفه بزاف دازت هنا في البانيا بحال واحد الشيخ. فكاين بزاف ديال الناس من البانيين اللي ساكنين في هاد البلاصه هادي، الضريح ديالو مسدود. شوف هنا كيجيبوا الشمع بحال الا كياخذوا البركات من هاد الشخصيه هادي. شوف كيجيبوا الشمع بحال هادوك الاضرحه اللي عندنا في المغرب ديال سيدي مولاي وما نعرف شنو، كيجيبوا الشمع وكيطلبوا البركه ديال هاد الشخصيه هادي بابا سلطان. شوف اللي جيتي لهاد البلاصه تلقى بزاف هادوك المدفعيات. شوف هنا 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 تلقى بزاف الالات ديال الحرب. وكانت معروفه ايضا بواحد الشخصيه اللي نسيت السميه ديالو دابا نخلي السميه ديالو لتحت، واحد الديكتاتور اللي تزاد في هاد البلاصه هادي في هاد المدينه هادي خلال الفتره اللي دازت على البانيا الفتره ديال الكومونيسموس. فكانوا بزاف ديال غيبيلن اللي كانت في هاد البلاصه هادي. شوف علاجتي كما قلت لكم هاد القلعه. خلال الحقبه الشيوعيه كانت هاد القلعه تستخدم كسجن. تاريخ البناء ديال هاد القلعه غير محدد، لكن بعض الاثار تشير الى ان هاد المكان كان عامر بالسكان من القرن الرابع الى القرن الخامس ميلادي. في عام 1419 سيطرت الإمبراطورية العثمانية على هذه المدينة والقلعة ديالها وردوها مركز دفاعي رئيسي عن هذه المنطقة. المدينة ديال جيرو كاسترا فمعروفة بالاكل تراديشنال ديال البانيا، ومن بين الاكلات اللي معروفين في هذه البلاصه هذه هي هذه. من اني نشارك معكم الاكل تراديشنال ديال البانيا ونشارك معكم الاثمنه، فهذا السميه ديالو كوفتي شتيبي والثمن ديالو 5 اورو. وبحال هذا كاين حتى في تركيا السميه ديالو سارما الثمن ديالو حتى هو 5 اورو. هذا هو اللي سميتو بحال الكفته اللي عندنا في المغرب، الكفته ديال الغلمي والعصير ديال الليمون وخزو كيحسبوا له هنا 2 اورو، والعصير ديال البنان والتفاح مع الحليب حتى هو كيحسبوا له 2 اورو. الا جيتي لالبانيا فضروري، خصوصا جيتي لهاد البلاصه هادي فضروري خصك تجرب هذا، فالبانيا معروفة بهذا كوفت شتيبي السمية ديالو. نتمنى نكون كنطقها هي هادي. هي الكفتة معمرة بسميتو بالروز والتوابل وسميتو كان على ما كنظن المعدنوس، مذاق واعر الصراحة. وكيفكي هي اشهر حاجه ولا اشهر اكله اللي معروفه في هذه البلاصه هذه، فدايره بحال واحد سميتو يعني مصوبه من الروز. الا جيتي لهاد البلاصه ضروري خصك تذوق كيفكي. الثمن ديالو كيفكي تقريبا 4 كيحسبوا لهم 5 اورو اللي هي 500 لك.
هذا هو الشكل كيف كي، هما مصوبينهم سميتو المعدنوس والقرفة والبيض والتسومة. Thank you.